رفع موظفو ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، طالبوه فيها بإيقاف تعيينات في وزارة الصناعة والتجارة بدرجة وكيل. الموظفون أكدوا في رسالتهم أن من شملهم قرار التعيين لا يمتلكون الخبرة ولا الكفاءة، فضلا عن عدم امتلاكهم للمؤهلات العلمية التي تقتضيها تلك التعيينات، مشيرين إلى أن معايير المناطقية والجهوية والمصالح الضيقة هي المعايير التي تم اعتمادها في تلك التعيينات، بالرغم من وجود كفاءات تستطيع شغل تلك المناصب من داخل الوزارة.